ألف تحية مسائية منتوجه فيها لكل متتبعي برنامج كلام في سرك، ومندعيكم الليلة للتفكير بطرق مختلفة، لأنه المشاكل اللي منناقشها بهالبرنامج بتحطنا على أول الطريق والعلاج بطريقة جديدة كمان ممكن يساعدنا ويساعدكن على إيجاد الحلول. وهذا اللي رح نحكي بتفاصيله من بعد ما مسي على مروان. مساء الخير مروان. مساء النور يا رغدة. تمام؟ إيه الأخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. وإنت من عندك شو أخبار أصدقائنا؟ الأخبار الناس متفاعلة جدا، والناس مبسوطة، والناس عمالة تبعت لنا مواضيع أكتر نتكلم فيها. وخليني أقول لكم إن إحنا يعني لو قلت مثلا 70-80% من الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها فعلا خدنا افكارها منكم، وخدنا الحاجات اللي انتم حابين انها بتمسكوا اكتر، وفيها يمكن مواضيع ناقشناها قبل كده في حلقات وطالبين انها نناقشها تاني، فان شاء الله هنلبي ده وبنظبط ده مع الاعداد ان احنا بنوصل طلباتكم اول باول عشان نقدر نقدم لكم. وفي النهارده مثلا في موضوع يعني في موضوع انا شخصيا مهتم ان انا اسمعه، يمكن اول فقره عصيب رغده اللي تتكلم عليه، بس في الاول خليني افكر الناس تاني ان انتوا البيج بتاعتنا على الفيسبوك اللي هي اسمها كلام في سرك دي، بتخشوا تعملوا لايك على البيج، وبعدين تقدروا تبعتوا لنا اي كومنت او اي اسئله حابين ان احنا نتكلم فيها. وخليني في الاول اقرا لك كام مسج من الناس اللي بعتن لنا. يعني في محمد يونس بيقول مساء الخير، اولا تحياتي للقائمين على البرنامج، وبصراحه اول مره اتابع البرنامج بس واضح ان البرنامج مفيد وجميل جدا. شكرا ليك يا محمد، وان شاء الله كمل وتابع معنا. وفي منو فاروق القرشي بيقول مساء الفل على احلى مذيعه، مذيعه زي القمر، برنامج تحفه، اي لاف يو سو ماتش. وفي منى محمد بعت مسج طويله قوي بس هي مهمه فانا هقراها كلها. بتقول لي منور يا مروان، انت ورغده، والبرنامج جميل جدا ومفيد ومنور ومنوره بلدنا يا رغده. شكرا. واحنا بنحبك كتير، ويا رب احفظ مصر من كل فتن. ويقول اللي قتلوا اخواتنا في ليبيا مصر مش هتقع، وهنفضل ايد واحده مسلم ومسيحي، بنحب بعض ومش هنفترق ابدا، ويا رب احفظ شبابنا في جميع الدول، واحفظ مصر يا رب، ويوفقك يا ريس ويحميك دايما، رافع راسنا، وتحيا مصر. امين. شكرا ليك يا منى، وخليكم دايما كده متواصلين معانا، وتقولوا لنا كل حاجه حابين احنا فيها، سواء على الفيسبوك او الاكونت بتاعنا على تويتر او على الانستغرام بروفايل. احنا بنقرا كل حاجه، والاعداد معانا بيقرا كل حاجه. والنهارده عندنا كالعاده حلقه موضوعها مختلفه جدا، ويلا نبتدي عشان عندنا حلقه. يلا، وهذا الموضوع اللي بهمك رح نبتدي فيه حلقتنا مروان.